أما الكنيسة من الداخل فتتجمل بأعمدة رخامية لها تيجان على شكل أوراق النخيل القبطية، ويتوسط صحن الكنيسة 6 أعمدة رخامية دائرية تحمل أرشات القباب. كنيسة القديسة العذراء مريم بالفجالة بها مذبحان، الرئيس على اسم القديسة العذراء مريم، والجانبي على اسم القديس الشهيد مير جرجس، المذبح الرئيس مصنوع من الجرانيت الطبيعي على أعمدة جرانيتية، وأمام كل مذبح حضن آب بارتفاع الهيكل، وموضوع أيقونة للسيد المسيح له المجد البانتوكراتور ضابط الكل بالمذبح الرئيس. أما الجانبي فبه أيقونة القديسة العذراء مريم، وعن يسار هذا المذبح توجد مقصورة للقديسة العذراء مريم أثرية من عمر إنشاء الكنيسة. يعلو هذه المذابح حامل الأيقونات الأثري الذي يرجع إلى نهاية القرن 19، وهو من الخشب الطبيعي مصمم ومنفذ بواسطة الفنان الإيطالي بيفريوتي، وانتهى من رسم الأيقونات عام 1896 ميلادية، كما هو مدون تحت أيقونتي السيد المسيح له المجد والقديسة العذراء مريم. وحامل الأيقونات له 3 أبواب، الأوسط هو باب المذبح الرئيس، والقبلي باب المذبح الجانبي، والبحري باب لمقصورة القديسة العذراء مريم. وقد رسمت الأيقونات بالزيت على الخشب، وتم عمل براويز مميزة جداً تحيط بكل أيقونة مع زخارف وأشكال ملائكة في السماء. وقد رسمت الأيقونات على صفين علوي وسفلي، وارتفع أعلى حامل الأيقونات صليب رب المجد، وبجواره أيقونتان للقديسة العذراء والقديس يوحنا الحبيب. الأيقونات المرسومة تعتبر فريدة جداً في أشكالها، فقد رسمت معبرة عن الفن الكلاسيكي الإيطالي، كما تذخر كنيستنا التي نزورها اليوم في جولتنا القبطية، كنيسة القديسة العذراء بحي الفجالة، بالعديد من الأيقونات التي تروي أحداثاً مهمة من العهد القديم، مثل نوح والفلك، إبراهيم وتقديم إسحاق ذبيحة، سلم يعقوب، حزقيال والمركبة الشاروبيمية، الفتية 3 في أتون النار، بالإضافة إلى أيقونات الأباء الرسل 12 وأيقونة الصلابوت. كما توجد بكنيستنا التي نتجول بها اليوم بعض الأيقونات الأثرية القديمة، دواليب زجاجية وضعت على الحائط الغربي لحفظ هذه الأيقونات،
والتي تم ترميمها بمعرفة أخصائي ترميم، وهذا لحفظها واستكمالاً للطابع القديم الذي تتميز به الكنيسة.